مرحب بكم مشاهدي ومتابعي اليوم السابع والاستوديو التحليلي للمباراه المصريه والهامه التي تجمع الاهلي وصن داونز في الثالثه مساء. مرحب بكابتن اشرف ممدوح نجم النادي الاهلي والاعلامي في قناه الاهلي والنهار السابق. اهلا بيك محمد، ومتالق دايما وان شاء الله يعني نسعد النهارده ان شاء الله بتخطي النادي الاهلي فريق صن داونز. يعني مباراه الاهلي وصن داونز في اياب دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، زي ما احنا عارفين طبعا اللقاء الذهاب انتهى بفوز الاهلي بهدفين. نبتدي كده كابتن بتشكيل النادي الاهلي النهارده. حراس المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيمي وبدري بانون وايمن اشرف ومحمد هاني، خط الوسط عمرو سوريا وديانج ومحمد مجدي قفشه وصلاح محسن جناح ايسر، وفي الهجوم محمد شريف. مظبوط. يعني تغييرات النهارده او موسيماني فاجئنا كابتن بخمسه مدافعين مره واحده، ولا انت شايف الطريقه؟ هو فاجئنا من الحقيقه، فاجئنا يعني ان شاء الله نتخطى هذه المباراه وهذا الدور، ولكن التشكيل فيه غرابه شويه. يعني كان عندي امل ان مستر موسيماني يقفل في وسط الملعب، ما يقفلش في خط يعني خط الدفاع اوريدي، رامي ربيعه بدر بنون ماشيين بشكل جيد، وايمن اشرف ومحمد هاني ماشيين بشكل رائع الفترات اللي فاتت. مشكله صن داونز هي وسط الملعب، الاستحواذ. شفنا هنا في مباراه الذهاب قد ايه صن داونز قدر يسيطر ويعمل استحواذ بشكل كبير جدا في وسط الملعب، وكان كل بناء الهجمات من تحت لفوق، ما اعتمدوش على الكرات الطويله، وبالتالي انت كنت محتاج ان تقفل في وسط الملعب شويه عشان تضيق المساحات عشان يعني تقدر يعني تستحوذ. انت كده كابتن مش مع البدء برامي او ياسر، كنت عايز لا كنت عايز رامي ربيعه وبدر بانون محمد هاني وايمن اشرف في وسط الملعب، يبقى السوليه وديانج واكرم توفيق وياسر احتياطي يعني واكرم في وسط مع السوليه وديانج بالظبط، لانه الاستحواذ لصن داونز بيعمل خطوره كبيره جدا جدا على النادي الاهلي، بيديهم مساحات، بيديهم استحواذ، بيديهم هجمات خطيره جدا على مرمى الشناوي. شفنا ده في المباراه الاولى، يمكن استحوذوا اكتر من 70-80% على المباراه، وبالتالي منطقه الاستحواذ هي وسط الملعب، منطقه الخطوره لصن داونز مش بس في شالولي وسيرينو، لا كمان طبعا النهارده سيمبا زويني هيعمل خطوره كبيره جدا، لانه كورته هايله جدا، عنده هدوء رائع جدا، عنده صاحب قرار داخل الملعب يا محمد، وبالتالي اغلاق او غلق المساحات في وسط الملعب كانت هتفرق بشكل كبير جدا جدا النهارده. اتمنى ان شاء الله ان يكون في ادوار لرامي ربيعه وياسر ابراهيم، انه يزيد شويه في وسط الملعب مع السوليه ومع ديانج، يحاولوا يقفلوا هذه المساحه، ولكن كنت اتمنى الحقيقه انه اكرم توفيق يبتدي النهارده مع السوليه ومع ديانج، لانه غلق مساحات في وسط الملعب وعدم استحواذ اللي هيكون موجود لصن داونز كان هيفرق كتير جدا جدا في بدايه المباراه. صلاح محسن على حساب طاهر، يعني كنت شايف برضو كنت اتمنى انه صلاح محسن يكون ورقه رابحه بره، لانه طاهر عنده امكانيات في خط الدفاعي اكتر شويه، يعني بينطلق في الناحيه الهجوميه. طاهر افضل لانه بدايه المباراه لطاهر محمد طاهر في حاله الفوقان اللي هو فيها، في حاله الجاهزيه البدنيه والفنيه والذهنيه اللي موجود فيها في هذه الفتره، تديله ادفانتج انه يبتدي المباراه، لانه انت محتاج في بدايه المباراه انه ما يكونش في استحواذ لصن داونز، الخطوره كلها انه يستحوذ في وسط الملعب ويكون فيها هجمات خطره على النادي الاهلي، وبالتالي كان اكرم توفيق مع طاهر محمد طاهر اعتقد هيقفله بشكل كبير جدا، خاصه ممكن يكون كابتن يعني موسيماني متوقع طريقه لعب صن داونز. يعني احنا شايفين دلوقتي التشكيل بتاع صن داونز، ونيانجو طبعا حارس المرمى كالعاده، الدفاع لاعب بثلاثه مدافعين وخط ريكاردو وريفالدو وموسى لبوسا، وخط الوسط مورينا ومخيزي وأوبري مديبة وأنديلي جالي، وهيكون تحت الهجوم طبعا تحت سيرينو وتحت شالولي زواني. واحنا في الماتش اللي فات كابتن شفنا سيرينو لعيب حر، يعني ساعات بيبقى جناح شمال او يمين او ايسر، وبعد كده يخش خط وسط. النهارده هيكون شويه، وحتى مريح لك كابتن، يعني كان في لعيب اللي هو دوس سانتوس رقم اللي كان قائد الفريق مريح، صحيح مريح النهارده، وده كان نقطه ضعفهم في الماتش اللي فات. مظبوط. النهارده سيرينو هتلاقيه شويه قدام اكتر في الناحيه الهجوميه اكتر، لان غياب زويني في المباراه الاولى كان مخلي شويه سيرينو بينزل شويه تحت او ناحيه الليفت او ناحيه الرايت، وبالتالي
كل فكر مدير الفني لصن داونز النهارده انه يعمل استحواذ في وسط الملعب ويبتدي الهجمات من تحت، خاصه انه عنده الحقيقه ريكاردو ناحيه الشمال وجالي ناحيه اليمين الظهيري الدفاع، الاثنين بينطلقوا بشكل كبير جدا وعندهم سرعات عاليه جدا. كنت اتمنى كمان انه طاهر محمد طاهر لاسباب، لانه النهارده على حساب صلاح ليه؟ لانه ظهيري الجنب في صن داونز او مع صن داونز بينطلقوا عندهم انطلاقات كبيره جدا جدا، وبالتالي هيكون في مساحات في خط ظهرهم محتاجه سرعات بشكل معين ومحتاجه ارتداد في الناحيه الدفاعيه. وبالتالي كنت شايف انه اكرم توفيق مع طاهر محمد طاهر مع محمد هاني في الناحيه دي، والناحيه الثانيه هيكون في قفشه مع يعني طاهر يبقى جناح طاهر هيبقى ناحيه اليمين مش ايسر زي ما احنا متعودين بالظبط او ناحيه يعني بص انت محتاج تقفل خطوط او الناحيه الهجوميه الخطره اللي بين الجناحين وهيكون عندهم مساحات في خط ظهرهم لانهم هيكون في عندهم دفاع هجومي بشكل كبير جدا، وبالتالي كنت محتاج انك تقفل شويه في وسط الملعب وتقفل انطلاقات ظهيريه الجنب لصن داونز. كابتن موسيماني مثلا كابتن ممكن يكون قالك هستغل معنويات صلاح محسن ان هو جاب الهدف الثاني في ماتش الاولاني بتاع صن داونز، وكان جايب هدف في ماتش القمه طبعا الاهلي والزمالك وعنده معنويات مرتفعه يعني جونين في ماتشين صعبين جدا، فيستغل مثلا معنويات صلاح في الماتش زي ده الناحيه الدفاعيه عنده قليله جدا جدا، وبالتالي انت هتفتقد للناحيه الدفاعيه في ناحيه اليمين، هتفتقد ل في وسط الملعب لاكرم توفيق لانك محتاج تقفل بثلاثه علشان الاستحواذ لصن داونز. طاهر محمد طاهر ماشي بشكل رائع جدا الفتره اللي فاتت سواء على الناحيه الدفاعيه او الناحيه الهجوميه، وكمان ابتدى النواحي النفسيه عنده تعلى وبقى بيحرز اهداف وبيروح وبيهدد مرمى الخصم، وبالتالي اعتقد انه التشكيل الانسب اللي كان ممكن نبتدي بيه النهارده هو وجود اكرم توفيق في وسط الملعب، رامي ربيعه في خط الدفاع وياسر ابراهيم يبقى على دكه البدلاء مع طاهر محمد طاهر وقفشه ومحمد شريف. ولكن يعني ده تفكير بالتاكيد، شوف كره القدم وجهات نظر، ولكن يعني اللي انا شايفه من وجهه نظري المتواضعه يعني انه غلق المساحات وتضييق المساحات في وسط الملعب كانت مهمه جدا جدا وهتفرق كتير جدا في بدايه المباراه، خاصه الاندفاع الهجومي الكبير جدا اللي هنشوفه من بدايه المباراه لصن داونز. يعني النهارده كابتن الماتش رقم 10 بين الفريقين في اخر 3 سنين. يعني تاريخ مواجهات الفريقين 9 مرات، يعني الاهلي فاز 5 مرات تعادلوا 3 مرات، صن داونز فاز مره واحده طبعا الفوز الكبير طبعا اللي هو كان 5-0. صحيح. القيمه التسويقيه كابتن للفريقين يعني الاهلي ب 26.5 مليون يورو، صن داونز ب 19 مليون يورو، رغم ان صن داونز من 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 اغنى الفرق او الانديه اللي موجوده في جنوب افريقيا عموما بشكل عام. طبعا اغلى لاعب في الاهلي محمد الشناوي ب 2.5 مليون يورو، زواني طبعا تيمبا زواني اللي انت حضرتك بتتكلم عليه بصن داونز ده اغلى لاعب في صن داونز يعني مليون ونص مليون يورو، ده من اللعيبه المهمه جدا وغاب جداً. الماتش اللي فات يعني وغيابه كان مؤثر ونتمنى ان هو يبقى يعني وجوده النهارده مش مؤثر نتمنى ده ان شاء الله يعني، ولكن هو من اللاعبين الجيدين جدا الحقيقه وبيعتمدوا عليه بشكل كبير جدا لمصاحب قرار داخل الملعب، بيعتمدوا عليه في بدايه في صناعه الهجمات سواء في الاطراف او في العمق، حياة مميز جدا جدا زويني. اتمنى ان شاء الله النهارده نكون عليه رقابه بشكل كبير. شفنا ديانج في المباراه الاولى رغم ان كان علينا هجمات خطره جدا ولكن من افضل اللاعبين يعني قطع هجمات خطره جدا جدا لصن داونز، واتمنى ان شاء الله اللاعبين يكونوا في حالتهم النهارده، تفرق كتير جدا يا محمد. الجو الحمد لله كنا متخوفين ان درجه الحراره تكون عاليه، ولكن يعني درجه حراره 20 او 22 اعتقد اجواء مميزه جدا جدا، ملعب رائع جدا رغم انه في يعني الارض ناشفه شويه ولكن الملعب مميز جدا بشكل رائع. بص حاله لاعبي النادي الاهلي النهارده هتفرق بنسبه 100% معنوياتهم وعلى الفنيه والبدنيه، الحاله الفنيه والبدنيه هتفرق كتير جدا جدا. احنا عارفين لاعبي النادي الاهلي عندهم طموح كبير جدا جدا الحصول على البطوله العاشره ان شاء الله للنادي الاهلي والمصري بشكل عام، ولكن الحاله الفنيه والبدنيه هتفرق كتير جدا جدا للاعبي النادي الاهلي النهارده. فرق افريقيا يا كابتن تحديدا بتبقى قصد انها تلعب في نفس التوقيت ده ولا عشان مثلا تستغل درجات الحراره؟ بيستغلوا بشكل طبعا كلامك مهم جدا، بالتاكيد كل مباراه افريقيا بيحاولوا بشكل كبير انها تلعب في
فتره العصر دي الساعه 2 3 لانه هم متعودين بشكل كبير على درجات الحراره، وطبعا عندنا درجه حراره هنا ولكن ما بتوصلش بالتاكيد لدرجات الحراره في افريقيا، الرطوبه بتبقى عاليه جدا، ولكن النهارده الاجواء مميزه جدا الحقيقه. وحتى شفنا موسيماني بيقول انه في تصريحاته ان احنا ما عندناش مبررات، ما عندناش اي اعذار غير الفوز النهارده ان شاء الله او الخروج من هذه المباراه بتخطي سان داونز ان شاء الله، لانه الاجواء مميزه جدا، الاستقبال كان رائع جدا، الطموح عالي جدا لدى اللاعبين، درجه الحراره كويسه جدا معتدله بشكل كبير جدا، ارضيه الملعب مميزه، وبالتالي النهارده بس حاله اللاعبين الفنيه والبدنيه ان شاء الله هتفرق بشكل كبير جدا يعني في داخل الملعب. هو السؤال السابق الاولاني، ممكن اي نتيجه سلبيه النهارده تاثر على مسيره موسيماني مع الاهلي ان شاء الله؟ صعب. ما يحصلش ده، ولكن انا قلت لك قبل كده انه يعني النادي الاهلي ابتدى يفكر او يجهز بشكل كبير رغم التجديد لموسيماني، ولكن بطوله افريقيا من من أول الاهتمامات للنادي الأهلي في هذا الموسم، أعتقد أن ممكن تأثر بشكل كبير، خاصة أن النادي الأهلي لسه بينافس ووجود نادي الزمالك في المنافسة على بطولة الدوري بشكل قوي ممكن يدي شوية استعجال في النادي الأهلي، ولكن أتمنى إن شاء الله أن احنا نخرج من هذه المباراة بفوز أو إن شاء الله نتخطى هذا الدور بأي نتيجة إيجابية يعني، وإن شاء الله ما يكونش في 2-0 في القرار الذهاب، فأي نتيجة يعني اقل من 2-0 يعني تعادل او 2-1 او 1-0 الاهلي. الخطوره بس محمد في انه سان داونز يحرز هدف مبكر، هي دي الخطوره، لانه بيحصل ارتباك بشكل كبير في خطوط النادي الاهلي، وهيدي ارتياحيه كبيره لسان داونز في او طموح اكبر او اندفاعات اكتر في الناحيه الهجوميه، وبالتالي هيكون في خطوره على النادي الاهلي. اتمنى انه احنا من البدايه، عشان كده موسيماني فكر بشكل كبير انه يقفل خط الدفاع بثلاث لاعبين وظهيري الجنب طبعا محمد هنا ايمن اشرف، ورغم اني شايف ان دي فيها خطوره شويه لانك هتسيب وسط الملعب للاستحواذ، المباراه الاولى عدت بسلام لان قدرنا بتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نحرز هدفين، ولكن كان فيها هجمات خطره بشكل كبير جدا طبعا على مرمانا في المباراه الاولى. ومحمد مجدي قفشه ممكن يكون يعني ديفندر متاخر يعني يتقدم ويتاخر مع سوليا وديانج، بشوف قفشه انت هتفتقده شويه في الناحيه الهجوميه لو اديته ادوار دفاعيه بشكل كبير. قفشه هو اللاعب الوحيد الملهم داخل النادي الاهلي دلوقتي، هو اللاعب الوحيد صاحب القرارات داخل الملعب، هو اللاعب الوحيد صانع الالعاب داخل الملعب، وبالتالي لو انت اديته ادوار دفاعيه اكتر بالتاكيد مش هيكون عندنا ناحيه هجوميه وهتختفي تماما. خلي بالك عندنا في المباراه الاولى ما كانش في دور هجومي بشكل كبير، يعني تقريبا ما رحناش الا مرتين هم الهدفين اللي احرزناهم، وبالتالي انت محتاج هناك في تهديد شويه مرمى سان داونز عشان يكون عندهم قلق شويه، لانه ظهيري الجنب بالتاكيد عند سان داونز منطلقين بشكل كبير جدا وسط الملعب كمان مع وجود زويني، طبعا مع وجود زويني النهارده هيكون في استحواذ بشكل كبير، هو ده اللي بتكلم عليه انه غلق المساحات وتكثيف عدد كبير من اللاعبين في وسط الملعب وتكليف بعض اللاعبين زي اكرم توفيق او ديانج بزويني، اعتقد كان هيقفل بشكل كبير جدا على سان داونز، ولكن نتمنى ان شاء الله انه يعني المباراه تسير او تمشي زي ما مستر موسيماني عايز ان شاء الله. يعني البدلاء كابتن كده مع في ماتش الاهلي النهارده علي لطفي واحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد واكرم توفيق وحسين الشحات طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور اجاي. شوف مش هتقدر تقول مين ممكن تحتاجه النهارده لانه حسب مجريات المباراه، ولكن يعني الاول تحديدا يعني حسين الشحات طاهر محمد طاهر كهربا وليد سليمان جونيور اجاي اعتقد يعني هم الاقرب واكرم توفيق بالتاكيد، يعني انت بتتكلم في كل البدلاء انت محتاجهم بشكل كبير جدا، عشان كده محمد احنا بنتكلم الفترات اللي فاتت انه لابد ان يكون عندك على الاقل 20 لاعب داخل النادي الاهلي جاهزين بشكل كامل. يعني طبعا محمد الشريف يا كابتن يعني برضك عليه بقاله فتره عليه ضغوط كده ان هو خلاص عليه ضغوط لانه خلاص الجمهور اتعود ان محمد شريف بيحرز كل مباراه، المباريات دي بيكون فيها صعوبه شويه في انك تحرز هدف، ولكن يعني بالتاكيد المهاجم القناص زي محمد شريف بيستغل اقل الفرص او انصاف الفرص، وبالتالي النهارده في ظل الاندفاعات الكبيره جدا لخط دفاع ووسط ملعب سان داونز بالتاكيد هيكون في مساحات تستغل السرعه بتاع شريف ومصلاح بالظبط، وبالتالي انت محتاج قفشه بشكل كبير جدا، عشان كده بقول لك انه قفشه مش هيكون له دور دفاعي بشكل كبير، انت محتاجه في صناعه الهجمه في يكون محطه فرصه الملعب انه يستلم ويحرك شريف بينزل شويه تحت فرصه الملعب عشان يقدر يستلم
ويصنع هجمات لي سواء صلاح محسن او محمد شريف. اعتقد ان انه ايمن اشرف ومحمد هاني مش هيكون عندهم ادوار هجوميه كبيره النهارده، هيكون مركز بشكل كبير في الناحيه الدفاعيه، وبالتالي انت ما عندكش غير الثلاثة اللي بنتكلم عنهم، صلاح محسن، محمد شريف، قفشة. يعني هم الثلاثة اللي هيكون الاعتماد عليهم بشكل كبير جدا في الناحية الهجومية، وبالتالي مش هيكون في أدوار دفاعية كبيرة لقفشة علشان أو للثلاثي تحديدا عشان يقدر بالتأكيد هيمنعوا الخط الدفاعي لصن داونز إنه يتقدم بشكل كبير. ولكن شفنا في المباراة الأولى هنا عندهم سرعات كبيرة جدا، محمد عندهم اندفاعات كبيرة جدا، قوة بدنية وجسمانية رائعة جدا، استحواذ في وسط الملعب لعب الحقيقة يعني فريق أنا شايفه من أفضل الفرق الموجودة في أفريقيا حاليا، وبالتالي المباراة صعبة النهاردة، ولكن رجالتنا الحمد لله النادي الأهلي قادر إن شاء الله إنه يتخطى هذا الدور بإذن الله. نشوف أهداف الشوط الأول ولا صعب؟ لا بالتأكيد إن شاء الله، إن شاء الله يعني نشوف أهداف إن شاء الله للنادي الأهلي، لأنه نتمنى ده يعني لأنه الاندفاعات الكبيرة لصن داونز أعتقد إن هيكون في مساحات استغلالها مهم جدا، استغلال أنصاف الفرص زي ما قلت محمد مهم جدا جدا، ولكن التخوف إنه صن داونز يحرز هدف أو يقدر يحرز هدف في الشوط. كويس ان مفيش جماهير يا كابتن، يعني كلنا منعت الجماهير. الحمد لله بتفرق كتير جدا مع صن داونز الحقيقه. طبعا يعني كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي الممثل المصري الوحيد في دوري ابطال افريقيا بعد خروج الزمالك، وطبعا بيراميدز اللي عنده ماتش بكره صعب مع النجم النيجيري. اتمنى له التوفيق باذن الله. كل التوفيق للفريقين. بشكرك كابتن اشرف وبشكر مشاهدينا ومتابعينا اليوم السابع، وانتظرونا بين الشوطين لمباراه الاهلي وصن داونز. شكرا، دعواتكم ان شاء الله. ان شاء الله.